أنا داليا زكريا، 33 سنة. من أول ما عرفنا بعض واحنا بنعدي كل المواقف الصعبة واحنا سوا. جالك 100 مرة ما تجيليش أنا مع عصر، أنت عبيط ولا إيه؟ وأنا ما قعدتش أستحمل اللي بيحصل ده. هي دي الحتة اللي احنا كنا ساكنين فيها زمان؟ حصل إزاي وإمتى؟ وإزاي أصلاً ما تعرفينيش حاجة زي كده من الأول؟ مين اداكوا الحق انكم تقرروا لي حاجه؟ وازاي ما حدش يقول لي ان ابويا وامي ماتوا حتى بالمشاعر دي؟ هو احنا رجعنا للتخاريف دي تاني؟ انا مش عارف اصلا اللي حصل ده حصل ازاي، مش عارف احط عيني في عين دالي. هو انت حضره الظابط جاي لحد هنا عشان تحاسبني مين عاش ومين مات؟ حضرتك تقدر الكذب والخيانه والغدر بقد ايه؟ انت بتكتب ايه؟ بتكتب ان انا خاطر زي المره اللي فاتت؟ ما كفايه بقى.